بتوقع لإلي إليا بال2015 على الصعيد الشخصي العاطفي إنه يستقر بعلاقة حلوة كتير عاطفية وناجحة وتستمر لأبعد من ال2015. على الصعيد الفني بتوقع لإلي إليا يعمل غنية كتير بتشبهه من كل النواحي وإن شاء الله تلاقي إعجاب الناس. وبتمنى كمان لإلي إليا بال2015 ديو كتير مهم مع فنانة كتير بحبها وبيحلم إنه يغني ديو معها واللي هي يارا. وبتمنى لإلي إليا بال2015 كمان على الصعيد الفني إنه معقول يغني بمهرجان كتير كبير وكتير ضخم. هذا كله حلم أكيد وتمنى وتوقع، يعني عم بعمل توقعات إلي إليا لال2015 إنه يغني على مهرجانات مثلا بعلبك، شي غنية للبنان، شي غنية حلوة كتير بتمثله كتير وتكون هي لإله الانطلاقة. وكمان بتوقع لإلي إليا بأول 2015، هيدي شوي أكيدة، إنه يسافر نقاها فاكانس هو وناس كتير بحبهم عبلدان أوروبية ويمكن دولة عربية، دولة ثلاث دول عربية. هيدي فاكانس نقاها راحة واستجمام أبو 15-20-25 يوم بيرفكت. وهيك بتعرفوا بتوقع كمان وبتمنى لإلي إليا بال2015 يعمل فيديو كليب يضرب الدنيا كلها. احذروا مع مين، مش هتصدقوا، مع سيلين ديون. بلا انا هيك صراحة هيك شايفة، يعني بتوقع هالشي وكله بال2015 على فكرة. وبتمنى بال2015 نشهل بالبيت بضيعتين بحردين وصير اطلع سرب هيك دور الشوميني كستنا ما كستنا، الدنيا برا عم تتلج فخامة. وشو بتوقع كمان؟ بتوقع على الاستقرار لإلي إليا بال2015، يعني يبطل هيك، لأنه أنا تخرجت من الجامعة اشتغلت رجعت تركت شغلي بلشت حياتي جديدة بستار أكاديمي. خلصت ستار أكاديمي بده إلي الاستقرار وبتوقع له صراحة، لكن بيستاهل هالشاب، بتوقع له الاستقرار بال2015. بس في يعني في أعمال فنية رح تصدمه لإلي إليا بال2015 صراحة، شايفها كتير قوية وهيك ساطعة. حتى بتخيل إنه في مغني من المرتبة الأولى من الصف الأول وملحن كبير بذات الوقت رح يتشارك مع إلي إليا بعمل مميز جدا، وهو رح يكون يعني مثل دفشة كتير كبيرة لإلي إليا بالمستقبل. قولوا له إذا عم يسمع يعني رح يتشكرني، بس إنه هاي توقعات وبتخيل رح تصدق، لأنه أنا 99% من توقعاتي بتزبط. يعني بتوقع إنه ليا مخول من لبنان تاخد اللقب، وبتوقع انه إلي إليا رح يشاركها فرحتها، وبتوقع لمحمد شاهين يكون النجم العربي الاول بلون اشتقت تدينا تسمعه، لون حلو كتير. بتوقع لغادة كمان تكون انطلاقة لها كتير مميزة، وخصوصا بخيمتها المميزة رح تاخد خط كمان اشتقنا كتير نسمعه لفنانة عظيمة جدا فقدناها من فترة، رح ترجع هي تعيشها تعيش أغانيها وتعيشنا نحن بجو كتير حلو. وإذا بدي اختار حدا كان فال مثلا يكون كنت بتمنى انه يكون بالفاينل
اكيد بختار، اكيد مش الي الي يعني الي الي يعني وصل الحمد لله وكل شيء، وما رح يختار نفسه اكيد، فبيختار خيو مينا اكيد انه يوصل.